بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قول الناظم الشيخ الأفضل رحمه الله تعالى في السلم المنورق بشرح الشيخ الإمام الخويسني رحمه الله تعالى ورضي عنه عن مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا. وصلنا في باب القضايا وأحكامها إلى قوله: والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية. والأول في الرتبة هو المحكوم عليه، التقديم هنا والتأخير بحسب الرتبة. المحكوم عليه، أو نقول المسند إليه، أو المبتدأ، أو الفاعل. وإن ذكر آخرا فهذا هو الأول في الرتبة، وإن كان ذكره في الترتيب أو في الذكر آخرا. والأول في الرتبة هو المحكوم عليه، وإن ذكر آخرا. الموضوع أي الجزء المحكوم عليه، سمي موضوعا تشبيها له بشيء وضع ليحمل عليه. فعندنا مثلا في قولك: زيد قائم. حمل أو أسند أو أضيف القيام إلى زيد، فزيد هو المحكوم عليه والقيام هو المحكوم به. أو نقول: زيد هو المسند إليه والقيام هو المسند، وهكذا. فزيد موضوع في المثالين: زيد قائم أو قام زيد. كيف نعرف المحمول من الموضوع؟ المسند إليه. أو إذا كانت الجملة الإسمية، إذا كانت الجملة إسمية فالموضوع هو المبتدأ والمحمول هو الخبر دائما. أما إذا كانت فعلية فالمحمول هو الفعل والموضوع دائما هو الفاعل سواء تقدم أو تأخر. والفعل لا يكون موضوعا أبدا، دائما يكون محمول فقط. وقس على هذا: والآخر أو والآخر في الرتبة هو المحمول، وإن ذكر أولا هو المحمول، سمي محمولا لأنه محكوم به. فشبه بالسقف الذي حمل على الجدار، يعني الجدار ده موضوع والسقف محمول، وهكذا. وقوله بالسوية أي حال كونهما مستويين، أي مصطحبين في الذكر، فلا يذكر أحدهما إلا مع الآخر. يعني لا توجد قضية فيها موضوع فقط وما فيهاش محمول أو العكس. فالقضية تتكون من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول، والجزء الثالث هو النسبة، أي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه. فمثلا زيد قائم، وهنا ثبوت المحمول الذي هو القيام لزيد،
خلاص كده، ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه، زيد ليس قائما. اقرأ يا شيخ. والجزء الثالث من القضية هو النسبة، أي ثبوت المحمول للموضوع كثبوت القيام بزيد مثلا. يبقى عندنا المحمول خلاص، والموضوع ايه؟ والنسبة. النسبة اللي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه. نعم. ويسمى اللفظ الدال عليها رابطة، دلالته على نسبة الرابطة بين الجزئين. يعني في لفظ يبقى يدل على هذه النسبة، وهذا اللفظ ليس من أجزاء القضية. يبقى أجزاء القضية هي المحمول والموضوع وإيه؟ والنسبة. في شيء آخر رابع هو إيه؟ الرابطة. هذه ليست من الإيه؟ من الأجزاء، لأنها يمكن أن إيه؟ أن تحذف. فمثلا الرابطة ممكن تكون هي إيه؟ الضمير. أقول مثلا زيد هو قائم، أو حركة الإعراب الدالة على الارتباط بينهما، زيد قائم، قائم إعراب إيه؟ خبر. لماذا هي خبر؟ ما الذي عمل الرفع في قائم؟ المبتدأ، الابتداء. يعني الخبر عمل فيه المبتدأ الرفع، فلولا المبتدأ ما كان الخبر مرفوعا. قال المبتدأ أو الابتداء ده عامل في إيه؟ في الرفع. فحركة الإعراب دي دلت على هذه الرابطة، فليس بشرط أن تكون الرابطة ضميرا، ممكن تكون حركة الإيه؟ الإعراب. يلا. ويسمى اللفظ الدال عليها رابطة لدلالته على نسبة الرابطة بين الجزئين. يبقى المصنف هنا بيقول والأول الموضوع في الإيه؟ ها؟ في الحملية، والآخر المحمول إيه؟ هل ذكر المصنف الرابطة؟ ها؟ هل ذكرها؟ ذكر الموضوع والمحمول، لم يذكر الرابطة لعدم لزومها في القضية، إذ كثيرا ما يستغنى عنها في لغة العرب بالإعراب أو بالربط اللفظي. خلاص؟ ولذلك القضية عند عدم ذكر الرابطة تبقى إيه؟ ثنائية. أما إذا ذكرت فيها الرابطة تبقى إيه؟ ثلاثية. يبقى تسمى ثنائية لأنها متركبة من جزئين، وثلاثية لأنها إيه؟ تتركب من إيه؟ من ثلاثة. طب هل القضية تتركب من جزئين ولا من ثلاثة؟ أجيبه. بكلم أنت. هل تتركب القضية؟ شوف كلمه هو كريم. هل تتركب القضية من جزئين ولا من ثلاثة؟ طيب هي ثنائية، إذا ذكرت الرابطة تكون إيه؟ تكون ثلاثية، تمام؟ وهي في الحقيقة أربعة، تمام؟ في الحقيقة لو دققنا زيادة حنلقاها أربعة. الطرفان، شوف كده، اللي هما إيه؟ الموضوع وإيه؟ والمحمول. والثالث هو النسبة الحكمية، يعني اللي هي الإيجاب أو الإيه؟ السلب. خلاص كده. والرابع هو الحكم، إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة. هذا هو معنى الإيه؟ القضية. يبقى مثلا إذا تعقلنا زيدا، نقول زيد كاتب،
والكتابة مثلا، فهمنا زيد وفهمنا الكتابة، والنسبة يعني مفهوم، يعني لازم في رابطة، ما ينفعش أقول مثلا الحجر كاتب، ما العلاقة؟ لأن الكتابة دي من خصائص الإنسان، فلا بد يكون في نسبة، يعني في ارتباط بين الموضوع وبين المحمول، ما تحطش كده حاجتين وتسيبهم وكده بالصدفة، ده يبقى لا، لابد يكون في ايه النسبة، يبقى مفهوم كونه ثابتا له اللي هو الكتابة او غير ثابت، خلاص. يبقى اذا تعقلنا زيدا، عاوز اقول لك ليه النسبة دي او الرابطة مهمة، نسبة الايه المحمول للموضوع، يعني ممكن انا اتعقل اقول زيد كاتب وافهم معنى زيد وافهم معنى الكتابة، لكن إيه لم أجزم أو لم أحكم بارتباط هذه النسبة بين المحمول والموضوع كما هو حال الشاك والمتوهم، فإن الشاك والمتوهم يتعقلان الطرفين ويتعقلان النسبة من غير حكم، حتى إذا زال الشك واعتقد الذهن أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع، حصلت القضية. يبقى إذن القضية هي حكم، فلا يحصل الحكم من الشاك ولا من الإيه ولا من المتوهم، ولو تعقل الطرفين وتعقل النسبة، إذن فالقضية أربعة أجزاء وليست إيه ثلاثة أجزاء فقط. يلا يا شيخ. ويسمى له الدال عليها رابطة لدلالته على نسبة الرابطة بين الجزئين، والرابطة إما غير زمانية كهو في قولنا زيد هو. يبقى الرابطة على نوعين، في رابطة غير زمانية اللي هي الضمير مش كده؟ وفي رابطة زمانية اللي هي الفعل الماضي. أو زمانية ككان في قولنا كان زيد قائما. يبقى لما تقول كده هو زيد هو قائم، هذه رابطة لكنها غير إيه. أما الرابطة الزمانية لما تقول زيد كان قائما، يعني ربطت القيامة بزيد في زمن. أما لما نقول هو قائم ربطت القيام بزيد ولكن إيه دون ارتباط بزمن. ولم يذكر المصنف الرابطة لعدم لزومها في القضية، إذ كثيرا ما يستغنى عنها في لغة العرب بالإعراب، يعني بحركة الإعراب والرابط اللفظي، وتسمى القضية الحمية عند عدم الرابطة ثنائية لتركبها من جزئين، وعند ذكر الرابطة ثلاثية لتركبها من ثلاثة أجزاء. لكن في جزء رابع له المهم، ده هو أهم حاجة، له الحكم إدراك وقوع النسبة أو إدراك عدم وقوع الإيه النسبة، ثم حينتقل إلى القضية الإيه الشرطية. يبقى خلاص انتهى الكلام في إيه في القضية الحملية. قال رضي الله تعالى عنه: وإن على التعليق فيها قد حكم، يعني الحكم فيها معلق، فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، جزآهما مقدم وتالي، أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، وذات الانفصال دون بين أو دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، أقسامها ثلاثة فلتعلما، مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلما. هذه هي القضية الشرطية بأقسامها، ثم بعد ذلك حيدخل في باب التناقض إن شاء الله تعالى. يلا شكرا. قال الشيخ رحمه الله: وإن على التعليق فيها أي القضية
ربط إحدى القضيتين بالأخرى كقولنا كلما كان يعني كلمة التعليق يعني الربط للأمرين يربط الموضوع بالمحمول، هذا الربط عرفه أو عبر عنه بالتعليق بدليل أنه قسمها إلى شرطية متصلة وهي التي حكم فيها بتعليق حصول مضمون قضية على حصول مضمون أخرى أو بنفي حصول مضمون قضية على مضمون قضية أخرى، يعني لأنها إما أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة. إيه مثالها؟ يعني بيعلق أو يربط بين أمرين، إن طلعت الشمس وجد النهار، يعني بيربط، شوف كده علق وجود النهار على على طلوع الشمس، أو ليس إن طلعت الشمس وجد الليل، بيعلق وجود الليل على عدم طلوع الشمس، هكذا قس على ذلك إلى يوم يبعثون. يبقى هذه تسمى القضية الشرطية المتصلة. في نوع آخر اللي هو المنفصلة، يبقى المتصلة الحكم فيها على التعليق، أما المتصلة الحكم فيها على على التعليق، أما المنفصلة الحكم فيها على التعاند. خلاص، يبقى هي التي حكم فيها للمنفصلة بثبوت العناد بين مضمون قضيتين أو سلب شيء معاند لإثبات شيء آخر. إيه مثالها؟ إن إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا، فالحكم فيها بالتعاند، يعني إن ثبتت الزوجية عاندت الفردية فنفتها، وإن ثبتت الفردية عاندت الزوجية، فالحكم فيها على التعاند والتنافر. شوف كده، ليس إما أن يكون هذا إنسانا وإما أن يكون حيوانا. خلاص، غير أنه إطلاق التعليق على هذا الربط، هو في الحقيقة ما فيش تعليق بين كون العدد يبقى زوجة أو ده، في تعاند بينهما، فلما أدخله في التعليق؟ قال لك مجازا بربط المتصلة. خلاص، يعني المنفصلة فيها ربط أو تعليق حقيقي، إنما المنفصلة ليس فيها تعليق وليس فيها ربط، إنما فيها تعاند، فسمى هذا التعاند شبه به بالربط، ولكن ربط على على التعاند. وهذا يعتبر يعني جائز، يعني خلاص، يعني مثلا يعني بيقولوا فيه استعمال اللفظ اللي هو الربط ده، يستعمل في حقيقته ويستعمل في مجازه بس بقرينة. يعني متى يستعمل اللفظ في المجاز؟ إذا كانت هناك قرينة، وهو جائز على الصحيح ويدل له حمل الإمام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما، قوله تعالى أو لامستم النساء، على المس باليد وعلى الوضع، يستعملوها في المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فين الحقيقي؟ أو لامستم اللي هو باليد، أما المجازي اللي هو الوضع. نعم، تفضل. قال الشارح: وإن على التعليق فيها أي القضية قد حكم، أي حكم بالتعليق أي ربط إحدى القضيتين بالأخرى كقولنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا فإنها شرطية باشتمالها. شوف هنا أي علامة تدل على أنه في أداة شرط، أو يعني أي أداة شرط، هذه علامة تدل على أنها شرطية، كلما، لو، خلاص، أو إذا، أو إن، طالما وجدت أداة الشرط تبقى القضية شرطية، سواء كانت متصلة أو منفصلة.
لاشتمالها على أداة الشرط أي الربط بتشمال المنفصلة نحو العدد إما زوج أو فرد. طيب سؤال هنا، لماذا سميت شرطية؟ لوجود أداة الشرط. يعني جواب بسيط جدا، شرطية لأنه فيه إيه؟ فيها أداة شرط، خلاص. طيب لماذا سميت متصلة؟ الاتصال المقدم بالتالي صدقا ومعية أو صدقا وكذبا، يعني هذا متصل بهذا، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهذا متصل بهذا، يعني طلوع الشمس هو النهار أو هو وجود النهار، لأن أحد طرفيها يلازم الآخر ويتبعه لأنه معلق عليه، فوجود النهار معلق على طلوع الشمس، ولهذا سميت متصلة، يعني في اتصال بين بين الطرفين. أما المنفصلة ليس هناك اتصال وإنما انفصال، ده عناد. اشتمالها على أداة الشرط أي الربط لتشمل المنفصلة نحو العدد إما زوج أو فرد. يبقى المتصلة فيها أداة الشرط، خلاص. طب والمنفصلة فيها أداة الانفصال. أدوات الشرط كثيرة، أما أداة الانفصال هي إما. شوف كده، إما أن يكون الإنسان رجلا وإما أن يكون امرأة، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، فما هي أداة الانفصال؟ إما، يعني سميت منفصلة لوجود حرف الانفصال فيها، وهو إما، إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون طيب إذن العدد زوج هو ذا المقدم، والعدد فرد هو ذا التالي، والربط بينهما بحرف الانفصال، فصيرهما قضية واحدة، ولذلك لا يصح أن تقول العدد إما أن يكون زوج وتسكت، يعني ما ينفعش تجيب إما واحدة، إذا جاءت إما لازم تجيب معها إما أخرى، لازم. شوف كده، فسيعلمون حين يرون العذاب إما وسوف إما العذاب وإما الساعة، يبقى لا بد إما كذا وإما كذا، فلا ينفع أن تقول العدد إما زوج وتسكت، لازم تجيب إما لأنه كلام غير مفيد، فلا يتم المعنى إلا بذكر القضية الأخيرة اللي هو التالي. يلا. فإن القضية مشتملة على أداة الربط وهي إما الدالة على العناد بين الزوجية والفردية، وتنقسم القضية الشرطية أيضا إلى شرطيات متصلة ومثلها شرطيات منفصلة. أيضا إلى شرطيات متصلة كقولنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وكلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، سميت بذلك لاتصال طرفيها أي اجتماعهما في الوجود. شفت كده، شرطية متصلة، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وكلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. هنا جاب لك مثالين، الشرطية المتصلة فيها أيضا قسمان أو فيها نوعان، في متصلة لزومية وفي متصلة اتفاقية، فالحكم أو الربط اللي هو بين المقدم والتالي إما أن يكون على سبيل اللزوم وإما أن يكون على سبيل الجواز، يعني الاتفاق. فإذا كان الحكم بين الطرفين على سبيل اللزوم كانت القضية شرطية متصلة لزومية، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، يعني يلزم من كونه إنسان أن يكون حيوان، لكن في الثانية كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، هذا ليس بلازم لذاك، فتسمى اتفاقية، زي ما أقول كلما كان علي في البيت
كان أخوه في المسجد، قد يكون لا أخ له، أو أخوه لا يصلي، أو في السوق ليس في المسجد، فتم اتفاقية. أما إذا كان الحكم فيها على سبيل التلازم، يعني يلزم من إثباته إثباته ومن نفيه نفيه، تسمى إيه؟ لزومية. زي النهار والشمس، كلما طلعت الشمس وجد النهار، هنا في تلازم، لا يمكن تطلع الشمس من غير النهار أو النهار من غير، فهذه لزومية اتفاقية، لزومية شرطية لزومية. أما الأخرى اللي فيها الصدفة أو الاتفاق فهذه تسمى اتفاقية. إذن فالقضية الشرطية المتصلة على نوعين، لزومية أو اتفاقية. ومثلها بالجر عطف على مجرور إلى، شرطية بدل منه منفصلة. وذلك كقولنا العدد هما زوج أو فرد، فهذه قضية شرطية منفصلة لانفصال طرفيها وتعاملهما بعدم اجتماعهما في الوجود. يعني هما الطرفين في المنفصلة لا يجتمعان في الوجود، يعني في تعاند بينهما، إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، بخلاف المتصلة، فإن ثبوت المقدم مترتب على ثبوت التالي، مترتب على على المقدم. يعني إذا لم يثبت المقدم، يعني الجزء الأول، لا يثبت الجزء الثاني. يعني مثلا شوف كيف في قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، هذا هو التالي. متى يثبت؟ إذا ثبت اشتعال الحرب يثبت إطفاء الله لها. كلما، إذن فهنا في اتصال بين المقدم وبين التالي، لأن التالي ثبوته منبني على على المقدم، وكذلك نفيه، بخلاف إذن الشرطية يجتمعان، يعني يجتمع الطرفان في الوجود، بخلاف المنفصلة فإن بين طرفيها تعاند لا يجتمعان في الوجود. إذا كان زوج لا يكون فرد، وإذا كان فرد لا يكون وإذا كان رجلا لا يكون امرأة، وإذا كانت امرأة لا يكون رجلا، وهكذا. قال المصنف: جزءاهما مقدم وتالي. يعني القضية الشرطية المتصلة فيها جزءان، مقدم وتالي. عرفت المقدم وعرفت التالي. وهناك مثلا قلنا فيها تنقسم برضو نفس الأقسام في الشرطية المتصلة، تنقسم إلى إلى مثلا شخصية، وتنقسم إلى كلية، وإلى جزئية، وإلى مهملة، نفس الأقسام الأربعة أو الأقسام الثمانية، لأن كل واحدة من الأربعة إما موجبة وإما وإما سالبة. وقلنا الأقسام التي تخصها إما لزومية، وهي التي حكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى لعلاقة بينهما توجب ذلك، زي السببية مثلا العلية، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإن طلوع الشمس علة. يعني في اللزومية اللي فيها علاقة، إما علاقة السببية أو المسببية، يعني العلية أو المعلولية، أو علاقة التضايف، زي إن كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد، فالعلاقة بينهما التضايف أو السببية أو العلية أو المعلولية إلى غير ذلك. وهناك القسم الثاني من الشرطية المتصلة، وهو ما يسمونه اتفاقية، وهي التي حكم فيها بذلك لا لعلاقة توجب، بل لاتفاق أن جزئيها وجدا معا، زي إن كان الإنسان ناطقا فالحمار نائق،
إذ لا علاقة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار حتى يستلزم أحدهما الآخر، بل اتفق أن الله تعالى خلق الإنسان ناطقا والحمار ناهقا. خلاص، هذه أقسام الشرطية المتصلة، إما الحكم فيها في تلازم بين الطرفين، وإما يكون في سببية أو مسببية أو علية أو معلولية أو تضايف، إما لا يكون، إنما هو مجرد اتفاق. فالشرطية المتصلة يا إما تكون اتفاقية يا إما تكون لزومية. اتفاقية يعني ليس هناك تلازم، أما اللزومية لا بد، يعني هذا يلزم هذا لازم وهذا وهذا ملزوم. يلا. جزء هنا مقدم وتالي، وقوله جزء هنا أي جزء القضيتين المتصلة والمنفصلة. الأول من هنا في الرتبة أو في الذكر مقدم لتقدم رتبته في المتصلة وتقدم ذكره في المنفصلة. والثاني منهما في الرتبة أو الذكر تالي لتلوئه أي تبعيته، لأنه جواب في المتصلة. يعني كلمة مقدم يعني السابق يعني الأول، تالي يعني لتلوه يعني تبعيته، يعني لأنه جواب في المتصلة رتبته التأخير، ولتأخره في الذكر في المنفصلة. يعني عاوز أقول لك مثلا زي موضوع لما يكون في شرط، مش في حاجة اسمها فعل الشرط، مش كده؟ في حاجة تانية اسمها جواب الشرط ده هو التالي، وفعل الشرط ده هو المقدم. يبقى كيف تعرف المقدم من التالي؟ يعني المترتب على الآخر، فالجواب مترتب على الفعل. يبقى إذن الجواب هو هو التالي، والفعل هو هو المقدم. تفضل. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئي، أما بيان القضية الشرطية ذات الاتصال أي المتصلة فهي ما أي القضية التي أوجبت أي اقتضت تلازم أي تصاحب الجزئين المقدم والتالي في الوجود، لزوما بأن كان لعلاقة أو اتفاقا بأن كان لا لعلاقة فشمل الاتفاقية. لما يكون في علاقة، ما هي العلاقة؟ السببية أو المسببية أو العلية، بهذه لزومية. وإذا لم يكن هناك علاقة فهذه تسمى اتفاقية. يلا. وذات الانفصال دون نين ما أوجب التنافرا بينهما، والقضية ذات الانفصال حال كونها دون نين أي كذب، ما أي القضية التي أوجبت أي اقتضت تنافرا أي تعاندا وتنافيا بينهما، أي بين جزئيها في الصدق أو في الكذب أو فيهما. أقسامها ثلاثة، فلتقلما مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلما. يعني الآن حنشرح لك القضية الأخرى اللي يسمى القضية الشرطية المنفصلة، تنقسم إلى كم قسم؟ الأول نشرحها نبسطها شوية عشان تحتاج إلى تبسيط في الشرح، ثم نأتي بالأمثلة. كم قسم القضية الشرطية المنفصلة؟ ثلاثة. الأولى يسموها مانعة الجمع، والثانية يسمونها مانعة الخلو، والثالثة تسمى مانعتهما، يعني مانعة الجمع ومانعة الخلو معا، وهذه هي الشرطية المنفصلة الحقيقية. يعني حقيقة الشرطية المنفصلة هي هي التي تكون مانعة جمع ومانعة خلو معا. أما يقال مانعة الجمع يقال عليها شرطية منفصلة، مانعة الجمع فقط، ومانعة الخلو يقال عنها شرطية منفصلة، هذا ليس على الحقيقة. أما الحقيقية هي التي تمنع الجمع والخلو معا. نجيب الأمثلة.
أول حاجة مانعة الجمع. شوف كده ليه هي مانعة الجمع، يعني فيها طرفين اللي هم هي المقدم وهي والتالي، فلا يمكن أن نجمع بينهما، لكن يمكن أن تخلو القضية عنهما، فلهذا سمي الجمع، لأنه لا يمكن الجمع، يعني لا يكون معا، إنما الخلو القضية تخلو عنهما معا، فتسمى مانعة جمع، يعني يمتنع الجمع بين الطرفين. أما في مانعة الخلو عكسها، يمتنع الخلو منهما، يعني يثبت واحد فقط، إنما لا يخلو الحكم عنهما معا، بل يثبت واحد، هذه مانعة الايه؟ مانعة الخلو، خلاص، يعني لا يجتمعان، ده تسمى مانعة ايه؟ جمع. طب يمتنع الخلو، مانعة الايه؟ الخلو، يعني تمنع الخلو، يعني إذا ايه معنى الخلو؟ يعني تمنع أن يخلوان معا، يعني ينتفيان، يبقى يثبت إيه؟ واحد وينتفي الآخر. أما في الجمع، مانعة الجمع يمتنع ليه؟ الجمع بينهما. طب مانعتهما اللي هي الحقيقية تمنع الجمع وتمنع ليه؟ الخلو معا. إيه الأمثلة أو كيف نفهم هذه القضايا الثلاث؟ خد بالك، مانعة الجمع تتركب من إيه؟ يعني كيف نعرف أن هذه مانعة جمع أو هذه مانعة خلو أو هذه حقيقية؟ مانعة الجمع تتركب من الشيء والأخص من النقيض. لازم الأول تفهم إيه النقيض الأول، يعني ما هو النقيض، لازم تفهم هذه جيدا، فإذا لم تفهم مش هتفهم الثلاثة دول. يعني ما نقول هذا شيء نقيض هذا، ما هو النقيض؟ كلمة نقيض في اللغة يعني إثبات الشيء ورفعه، يعني نثبته وننفيه، هذا يسمى تناقض. فمثلا هقول لك إيه، مثلا لما أقول لك هذا إيه، هذا جسم، واروح اقول لك ايه هذا غير جسم، يعني ايه اللي حصل؟ الشيء ونقيضه، واضح كده؟ طيب لما اقول مثلا هذا زوج واقول هذا ليس بزوج، يبقى اذن ما هو نقيض زوج؟ ليس بزوج. طيب افرض قلت هذا زوج وهذا فرد، هل هنا زوج وفرد ده نقيض ده وده نقيض ده ولا ايه؟ يبقى اذن كلمة فرد ليست نقيض زوج. ما النقيض زوج؟ ما هو لا زوج، ما هو النقيض كده اثبات الشيء ورفعه، فلا بد في النقيض تجيب ايه؟ اثبات ونفي. يبقى لما اقول زوج ولا زوج، يبقى هذان هما النقيضان. طب لما اقول زوج وايه وفرد، زوج وايه وفرد، يبقى فرد ليست هي النقيض، وانما هذا هو المساوي للنقيض، لانه لا زوج يعني معناها فرد، او فرد تساوي لا زوج، يبقى إذن نقيض زوج إيه؟ لا زوج. طب وفرد مساوي للنقيض. يبقى احنا عندنا إيه يا أيها الناس أو يا مشايخ؟ خذ يا عم وسع السعة كثيرا وسعة. يبقى إذن ما هو نقيض زوج؟ لا زوج. طيب إذا قلت فرد، يبقى كلمة فرد هو إيه؟ المساوي. يبقى عندنا كم شيء؟ ثلاثة. أول حاجة هي إيه؟ النقيض، المساوي للنقيض، الأخص من النقيض، الأعم من النقيض.
كم كلمة دولة؟ نقيض مساوي له يعني زيه، لا يزيد ولا ينقص. أخص يعني أقل، أعم يعني أزيد. فهمتوا الأربعة؟ ده مثلا هقول ايه تاني؟ أبيض، هنجيب كده أبيض، فالنقيض أبيض، اوعى تقول أسود، لا أبيض عشان تفهم، أبيض لا أبيض. طيب افرض أنا قلت أسود، لا أخص، لأنه كلمة لا أبيض هو النقيض، أبيض نقيضها لا أبيض. طيب أسود ده واحد من اللا أبيض، لأنه اللا أبيض أحمر أسود أخضر كله لا أبيض، فلما أقول أسود يبقى هذا إيه؟ أخص من النقيض. فهمت كده؟ طيب لما أجي مثلا هجيب لك مثال آخر، احنا دلوقتي عرفنا النقيض وعرفنا المساوي زي زوج وفرد. طب لما أقول لك مثلا الوجود والعدم، الوجود نقيضه إيه؟ لا وجود. طب وعدم مساوي للنقيض، مساوي للنقيض. طب أنا دلوقتي جبت أخص زي إيه؟ أبيض وإيه تاني؟ وأسود. فأسود ليست نقيض أبيض، لأنه نقيض أبيض لا أبيض، وليست مساوي للنقيض، لأنه كلمة لا أبيض حيدخل فيها كل الألوان إلا الأبيض، والأسود واحد منها، فهو إيه؟ أخص. عاوز أنا إيه؟ أعكس، أجيب الأعم. فمثلا لما أقول مثلا إيه؟ رجل، ها؟ رجل، إيه نقيض رجل؟ لا رجل. طب لما أقول لا رجل، ما هو نقيض لا رجل؟ رجل. وإذا جبتها الأول بالإثبات أجيب النفي، وإذا جبتها بالنفي أجيب الإثبات. فنقيض رجل ما هو؟ طب ونقيض لا رجل؟ رجل. طب إذا قلت امرأة أو لا امرأة، لما أقول إيه؟ رجل ولا رجل، أو أقول لا امرأة، لا امرأة دي أعم خلاص، لأنه مش معناها كلمة إيه؟ رجل معناها لا امرأة. كلمة لا امرأة إما أن يدخل فيها الرجل، يدخل فيها مثلا الطفل، يدخل فيها الخنثى، يبقى هذه هي إيه؟ أعم. يبقى إحنا عندنا كامل أربعة. نجي نطبق المثال. أولا مانعة الجمع تتركب من إيه يا شيخ محمد؟ من الشيء والأخص من نقيضه. إيه المثال؟ أقول كذا الجسم، الجسم إما جماد أو إما جماد وإما حيوان. الجسم خد بالك إما جماد وإما إيه؟ هذه تسمى مانعة إيه؟ ها؟ ها؟ مانعة الجمع. ليه؟ لماذا مانعة الجمع؟ لأنها تركبت من الشيء والأخص من نقيضه. ليه طيب؟ لأنه احنا قلنا بقول جماد وإيه؟ وحيوان. ما هو نقيض جماد؟ لا جماد. طب وحيوان هذه؟ هذه أخص من كلمة لا جماد، لأنه كلمة لا جماد تشمل الحيوان، فالحيوان لا جماد، وتشمل الإنسان، وتشمل النبات، كل ما ليس هو جماد فيدخل في كلمة لا جماد. يبقى إذن الحيوان إيه؟ واحد منها أخص. خلاص كده؟ يبقى إذن هذه منعت إيه؟ منعت الجمع، يعني الجسم لا يجمع بين أن يكون جماد وحيوان معا. هل في جسم هو جماد وحيوان معا؟ فهذا هو معنى الجمع، ولكن يمكن أن يخلو عنهما، يكون الجسم جسم بس لا جماد ولا حيوان، بأن يكون نبات. فالنبات مثلا هو إيه؟ لا جماد، وهو لا إيه؟ لا حيوان. فهنا في هذه القضية ما الذي امتنع الجمع؟ بأن يكون الجسم جمادا وحيوانا معا، هذا ممنوع، امتنع.
لكن لا تمنع الخلو، يعني تنفي أن يكون جمادا وأن يكون حيوانا، هذا غير ممنوع، الخلو مش ممتنع. فمثلا لو كان الجسم نباتا، هل النبات جسم ولا مش جسم؟ لكنه ليس حيوان وليس وليس جماد، فامتنع امتنع عليه الجمع ولم يمتنع الخلو، فهذه سميت ما. وقس هذا، احفظ المثال جيدا، تمنع الجمع، يعني مش ممكن يكون جماد وحيوان، ولكن يمكن أن يكون لا جماد ولا ولا حيوان. مفهوم؟ فهمتوا المثال؟ نجيب مثال آخر عشان يعني نثبت المثال ده. سهل ولا صعب؟ صعب ولا سهل؟ وما ينفعش الجمع بينهما، دي مانعة الجمع دي. نجيب مثال آخر ولا نعيد المثال نفسه؟ نعمل ايه؟ ما هو مش هينفع الجمع، هينفعش اعيد واجيب مثال اخر مانع الجمع، نجيب المثال الاخر. المثال الاخر هو الجسم اما ابيض واما اسود. فهنا تركبت القضية من من الشيء والاخص من نقيضه. فهنا يمتنع الجمع، يعني ما ينفعش الجسم يبقى أبيض وأسود معا، ولكن لا يمتنع الخلو بأن يكون أحمر أو أخضر. فهنا خلى الجسم عن كونه أبيض وعن كونه أسود، خلى يعني لم يمتنع الخلو، ولكن الذي امتنع هو هو الجمع. احنا ما زلنا في مانعة الجمع. اذا فالاحمر هو لا ابيض ولا ليه؟ لان نقيض ابيض لا ابيض، والاسود اخص من النقيض لانه يدخل في نقيض الابيض لا ابيض، والاسود واحد يدخل في نقيض الابيض كل الالوان، فهي ليست بيضاء، يدخل في النقيض كل الألوان ما عدا ما عدا الأبيض. خلاص كده فهمت كده. المثال الثاني ده الجسم إما أبيض وإما أسود، امتنع الجمع بينهما، فلا يكون الجسم أبيض وأسود معا، ولكن لا يمتنع الخلو، فقد يكون الجسم أخضر أو أحمر أو أصفر فيكون لا أبيض ولا ولا أسود. خلاص كده فهمتوا مانعة الجمع، يعني تمنع تمنع الجمع، يعني ما يجتمعوش مع بعض، ولكن لا تمنع القلوب. خلاص كده مفهوم. ندخل في الثانية وهي مانعة الخلو، عكسها، تتركب من الشيء والأعم، تتركب من الشيء والأعم من النقيض. ما احنا قلنا النقيض يا إما نقيض يا إما مساوي يا إما أعم يا إما أخص. مانعة الخلو عكس مانعة الجمع، يعني تمنع الخلو ولكنها تسمح بالجمع. ايه مثالها؟ المثال بتاعها عشان تحفظوا ما تنسوش، في الخنثى اللي بيسموها الفقهاء الخنثى المشكل، يعني الخنثى دي مش عارفينها، لا يستطيعون ان يقولوا عنها رجل ولا يستطيعون ان يقولوا عنها امرأة، فيصفونها بانها لا امرأة ولا رجل. شفت كده؟ فلما نقول كده الخنثى، ماذا يقول عنها الفقهاء؟ زي بيسموها كده الخنثى المشكل. المشكل يعني في إشكال، ما فيش تبين، ما هو ممكن يترجح فيها، يظهر فيما بعد إنها أقرب إلى الذكورة،
فيتزوج امرأة إذا ثبت أنه ذكر، أو يغلب عليها جانب الأنوثة فتتزوج رجل. يعني أما إذا كانت مشكل لم يتبين لا هذا ولا هذا، فكيف يحكم عليها؟ ماذا نقول؟ إما أنها لا رجل ولا امرأة. طيب احنا قلنا مما تتركب، خليكم معي، تركب من ايه؟ من الشيء والأعم. كيف تركبت هنا؟ قلنا لا رجل، الخنثى لا رجل. طب ما هو نقيض لا رجل؟ رجل. طب ما هو نقيض رجل؟ لا رجل. ما الاثنين ده نقيض هذا وهذا نقيض هذا. فإن نقيض لا رجل رجل. أما عندما نقول ليس امرأة أو لا امرأة فهذا أعم. ما هي صحيح لا امرأة، خلاص كده. لماذا كان أعم؟ لاحتمال أن يكون الخنثى هو لا امرأة وفي نفس الوقت لا رجل. يبقى في هذه الحالة سميت مانعة الخلو لأنها لا تمنع الجمع، يعني ما تمنحش الجمع، بمعنى أنه يجتمع الوصفان في الخنثى. الوصفان ما هما؟ لا رجل ولا امرأة، اجتمع فنجمع بينهما في الخنثى المشكل، ولكن لا يمكن أن يتصور الخلو عنهما. يعني إذا حدث خلو عن الوصفين، يعني مثلا قلنا رجل وامرأة، في هذه الحالة ارتفع الوصفان، ده هذا لا يمكن، يعني لا يمكن يرتفع الوصفان لما لا رجل ولا امرأة. فارتفاع لا رجل ولا امرأة معناه إيه؟ أنها رجل وامرأة، خلاص. في هذه الحالة امتنع. ما الذي امتنع؟ هو إيه؟ هو الخلو، ولكن لا يجتمع، لا يمتنع الجمع، لأننا حكمنا بالجمع بين أنها لا رجل ولا امرأة، جمع بينهما بين الوصفين، ولكن لا تخلو عنهما. فلو خلت الخنثى عن كونها، بلاش نقول خلت عشان لما نقولها بالتأنيث كده كأننا نحن حكمنا بأنها أنثى، فنقول لو خلا الخنثى عن كونه لا رجل ولا امرأة، يعني معناها حكمنا بأنها رجل وامرأة معا، ولهذا امتنع الخلو ولم يمتنع له الجمع. خلاص كده خلصت الايه؟ مانعة الايه؟ الخلو، وهي التي تتركب من الشيء والايه؟ والأعم. نأتي بعد ذلك إلى ايه؟ مانعتهما اللي هي تسمى الحقيقية، وهذه تتركب من الشيء وايه؟ ونقيضه أو المساوي للنقيض. يعني ينفع نركبها من الشيء والنقيض ومن الشيء والمساوي، ما ينفعش نركبها من الشيء والأخص من النقيض ولا من الشيء والأعم، لا بد أن يكون الشيء ونقيضه أو المساوي للنقيض. إيه مثالها؟ مثالها سهل، العدد إما زوج وإما فرد. طب أو نقول كده، العدد إما زوج أو لا زوج. فلو قلنا العدد زوج ولا زوج فتكون قد تركبت من الشيء ونقيضه. أما إذا قلنا زوج وفرد تكون تركبت من الشيء والمساوي للنقيض. فعندما أقول مثلا في القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية أن طرفيها لا يجتمعان ولا يرتفعان، هي معنى لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون العدد زوجا وفردا معا،
ويمتنع أن يكون العدد لا زوج ولا فرد معا، فلهذا سميت الحقيقية، يعني تمنع الجمع وتمنع له الخلو. نجيب لها مثال أخرى يعني نحتاج إليه في العقائد أو في التوحيد، فنقول مثلا الموجود إما أن يكون قديما أو لا قديما، هذه تركبت من الشيء ونقيضه، أو نقول الموجود إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا، فهذه تركبت من الشيء والمساوي، فلا يمكن أن يكون الموجود قديما وحادثا، هذا ممنوع، ولا يمكن أن يكون الشيء لا قديم ولا حادث، هذا ممنوع أيضا. فهذه هي الحقيقية، إما تأخذ القدم والحدوث أو تأخذ الزوجية والإيه والفردية. يلا يا شيخ محمد، هذين شرحناه شرح إيه مبسط، أظن كذا إيه الموضوع وصل. أقسامها ثلاثة فلتعلم ما لمجمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلم. أحدهما ما لمجمع، أي قضية مانعة جمع بين طرفيها، فلا يجتمعان في وجود ويمكن اتفاعهما وتتركب من شيء، يعني مانعة الجمع لا يجتمعان في الوجود، زي إيه أبيض وأسود، ما يكونش أبيض وأسود، ويمكن ارتفاعهما وتتركب من شيء والأخص من نقيض. افهم كده، لازم تفهم ما هو الأخص من النقيض، يعني هو واحد، النقيض أعم من هذا. كقولنا هذا الشيء إما أسود أو أبيض، فالسواد والبياض لا يجتمعان في محل واحد ويمكن ارتفاعهما كأن يكون آخر. وقلنا أسود ليس نقيض أبيض، وإنما هو أخص من النقيض، لأنه نقيض أبيض لا أبيض، ويدخل فيه كل الألوان ومنها الأسود، يعني الأسود واحد منها. أو بمعنى الواو، أي الثاني مانع خلو، أي قضية مانعة خلو عن طرفيها، فلا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما. يعني هنا في الخلو ما يمكنش ايه ارتفاعهما. اول ما تسمع في المنطق كلمة ارتفاعهما يعني نفيهما، ارتفع الشيء زي ما يقول لك ايه ارتفع عنك العلم، يعني يعني نفي عنك، خلاص كده ارتفع عنك، او زي مثلا يقول لك ايه ارتفع عنك الصوم، يعني معناها ما خلاص ما تصومش، ارتفع عنك الحج، فالارتفاع معناه ايه النفي. وكلمة الاجتماع يعني معناها الثبوت، يعني اجتماعهما يعني ثبوتهما، ارتفاعهما يعني نفيهما، وتتركب من الشيء والأعم من نقيضه، يعني عكس اللي قبلها. كقولنا هذا إما غير أسود أو غير أبيض، شفت كده، غير أسود ليس معناها إيه ما هو نقيض غير الأسود، أسود ما هو غير أسود، يبقى نقيضه أسود، طب أسود نقيضه غير أسود، طب يبقى كده غير أبيض مش هو إيه مش هو غير أسود، إنما هو أعم، خلاص، يعني فيمكن اجتماعهما، خلاص كده، ما هو كلمة غير أبيض مش معناها غير أسود، ده أعم من غير الأسود، لأنه يدخل فيها واحد منهم، فيمكن اجتماعهما في الأحمر، فإن الأحمر لا أبيض، يعني هو غير أبيض وغير أسود، كده يبقى اجتمعوا ولا ما اجتمعوش، ولا يمكن ارتفاعهما، يعني مش ممكن يكون غير أبيض وغير أسود، يمكن إيه اجتماعهما، لكن ما يمكنش إيه ارتفاعهما، يعني يكون أبيض وأسود معا، هذا يمكن؟ لا، هذا غير ممكن، ولهذا سميت مانعة إيه مانعة خلو. أو بمعنى الواو، أي والثالث مانعهما، أي الجمع والخلو، عطف على مانع أقام المضاف إليه مقام المضاف، أي قضية مانعة جمع وخلو فلا يمكن
اجتماع طرفيها ولا يمكن ارتفاعهما. واتركب من الشيء ونقيضه كقولنا هذا إما حيوان أو غير حيوان، أو من الشيء والمساوي لنقيضه كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد. فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية في العدد المعين ولا يمكن ارتفاعهما، وهو أي مانع الجمع والخلو الحقيقي، لأن التعامل فيه بين الطرفين في الصدق والكذب بخلاف ما قبله، فإن العناد في أحدهما، وهو الأخص من الأولين، لأن كل ما منع الجمع والخلو منع الجمع فقط ومنع الخلو فقط خلو فقط. فيلزم من وجود مانعة الجمع والخلو وجود كل من الآخرين، ولا يلزم من وجود منع الجمع وحده أو منع الخلو وحده منعهما معا. خلاص كده وضح الكلام. وهنا في الجدول في أقسام الشرطية عشان تحفظ، شوف تصور بدل هذه الجداول دي مكان السبورة. فعاوزين يا شيخ محمد لما نيجي عند الأشكال لازم يكون فيه، مش هتفهموها إلا لازم السبورة. إنما هنا الجدول ده ماشي، الأقسام الشرطية هيبقى متصلة ومنفصلة. خلاص كده المتصلة تحتها هي كم قسم؟ لزومية وإيه؟ طب والمنفصلة عنادية واتفاقية، وكل منهما العنادية أو الاتفاقية مانعة الجمع مانعة خلو، اللي هو الحقيقية اللي مانعة الجمع ومانعة خلو، وجئنا أو ذكرنا الأمثال. في بعد كده حاجة اسمها إيه؟ السور في الشرطيات، يعني اللي تحتاج من القضايا. احنا قلنا القضايا الشرطية زي الحملية أربعة أو ثمانية، يعني أربعة يعني شخصية كلية جزئية مهملة، وكل واحدة من الأربعة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. فمثلا الكلية، ما هي القضايا الشرطية التي تحتاج إلى سور؟ اثنين فقط، ما هي؟ الكلية والإيه؟ والجزئية، لأن المهملة لا تحتاج إلى سور، وكذلك الشخصية. فالكلية إما أن تكون كلية الشرطية المتصلة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. فإذا كانت موجبة السور كلما ومهما ومتى، أول ما تشوف كلما ومهما ومتى يبقى في هذه الحالة تسمى القضية شرطية متصلة موجبة. شوف كده، كلما أوقدوا نارا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. متى؟ يعني متى تأتني أو متى تكلمني أكلم، وهكذا، يعني كلما. فتعتبر سورة للشرطية الكلية المتصلة. سالبة اللي هي ليس وألبت. فإذا رأيت السور ده ليس أو ألبت فهذا من أسوار الشرطية المتصلة. أما المنفصلة نعم، همزة قطع، همزة قطع، مش همزة حط همزة هنا، همزة قطع. والمنفصلة السور بتاعها الموجبة دائما، والسالبة ليس البتة، والجزئية إما متصلة وإما منفصلة. السور في القضية الجزئية المتصلة الموجبة قد يكون. طب وفي السالبة قد لا يكون، أو ليس كلما، أو ليس مهما، أو ليس متى، يعني نفس السور بتاع الموجبة بس تأتي له بالإيه؟ بأداة السلب. والمنفصلة إما موجبة وإما سالبة إذا كانت جزئية، قد يكون قد لا يكون في السالبة، يعني لما تأتي بها موجبة تقول قد يكون، أما إذا أتيت بها سالبة قد لا يكون، أو تقول ليس دائما. أما المهملة تمام كده، الحملية لا أداة فيها، والشرطية المتصلة لو إذا لن، خلاص
الشرطية المنفصلة أداة واحدة فقط اللي هي إيه؟ إما. ثم نقف على التناقض. في حاجة مش مفهومة في فيما تم إيه شرحه؟ فهمتوا المتصلة، أقسام الشرطية المتصلة وأقسام الشرطية الإيه المنفصلة؟ مفهوم؟ يعني قلنا في المتصلة في عندنا حاجتين، ها الأقسام الشرطية المتصلة لزومية وإيه واتفاقية، وعرفنا متى تكون لزومية وهي ومتى تكون اتفاقية. يعني الاتفاقية هي التي يكون الربط بين طرفيها لغير موجب، يعني اتفق أن يكون في الوجود هكذا خلاص كده. يعني لما نقول كلما طلعت الشمس فالإنسان حيوان كده اتفاق، إنما لما نقول كلما طلعت الشمس فالنهار موجود ده لزوم، لأنه لا يلزم من طلوع الشمس أن يكون الإنسان حيوانا، إنما يلزم من طلوع الشمس وجود الإيه؟ وجود النهار، فإن أحد الطرفين لا يقتضي الآخر. لما نقول كلما طلعت الشمس فالإنسان حيوان، أحد الطرفين لا يلزم منه الآخر، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. وقد تعرف بإيه؟ بأعم مما مر، اللي هي اللي بيسموها الإيه؟ الاتفاقية، وهي أن يكون تاليها صادقا، شوف كده، ولا ينافي صدقه صدق المقدم. وفائدتها رفع، هي فائدة الاتفاقية رفع ما يتوهم من التنافر بين أمرين. يعني هذه واحد يقول لك طيب لما هي صدفة أو من غير ربط هي فائدتها؟ قال لك والله لها فائدة، وهي رفع ما يتوهم من التنافر بين أمرين. زي إيه؟ الحديث النبوي، نعم الرجل إيه صهيب رضي الله عنه، لو لم يخف الله لم يعصه. شوف كده يعني الربط بين إيه، ها بيقول هو إذا كان لو كان مش هيخاف من ربنا مش هيعصي. يعني إحنا مثلا شأننا لماذا لا نعصي؟ ها لأننا إيه نخاف. أما صهيب ده حتى لو كان لا يخاف لا يعصي، فما هو الربط هنا بين نفي المعصية؟ يعني ممكن الإنسان لو كان واحد زي مثلا فهم السلفيين دول اللي هم يقفوا عند سطح، هيتوهم إيه منافاة عدم الخوف لعدم المعصية، وأن من لم يخف يعصي. يعني حيربط بين الأمر، يقول لك والله عمره ما يترك المعصية إلا إذا كان خائفا كده، فهمها كده. أما في حالة عدم الخوف لازم يعصي، مش كده؟ هيتوهم الرب. فقال لك هذا اتفاق، هو لا يخاف ولا يعصي، اتفق هذا الميل لسيدنا صهيب. أما هم البعدة لا، ما مش هيتركوا المعصية إلا إذا خوفتهم. إنما صهيب إذا كان رجل من الصحابة الكمل رضي الله تعالى، قال لك والله إن عاوز يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ده بالذات إذا لم يخف الله لم يعصي، فكيف إذا خاف فيكون ترك المعصية أشد. هذا هو المراد، مش المراد الربط بين إيه عدم الخوف والمعصية، لا ليس هذا هو المراد. وزي مثال آخر مثلا إيه، قال تعالى ولو أن ما في الأرض، شوف كده، من شجرة إيه أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني ربط بين أمرين، بس الربط هنا مش لزومي، ربط إيه اتفاقي. ما هما الأمران؟ كون الأشجار أقلام وعدم نفاد كلمات الله، فرفع هذا التوهم وصار المعنى المراد في الآية أن كلمات الله لا نفاد لها
مع كون الأشجار أقلاما والبحار مدادا، فكيف مع عدم ذلك؟ هذا من باب أولى. يعني يقول لك لو كانت الأشجار دي كل الأشجار أقلام والبحار كلها مداد، مش حتنفد كلمات الله. يعني كأنه لو أن البحار لم تكن مدادا والأشجار لم تكن أقلاما، يبقى معنى كده كلمات الله حتنفد. حيفهموا كده، يعني معناها معلق عدم نفيها أو عدم نفادها على أن تكون البحار مدادا والأشجار أقلاما. هل هذا هو المراد؟ لا، وإلا يبقى معنى كده كلمات الله حتنفد. بس إذا لم تكن الأرض البحار مدادا والأشجار، يعني معناها عدم نفادها بشرط تكون البحار مداد والأشجار أقلام، مش كده؟ لكن ليس هذا هو المعنى المراد، ولكن المعنى المراد أنه كلمات الله لا تنفد أبدا حتى لو كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما، فكيف ما عدم ذلك؟ يبقى هذا من باب أولى. وكذلك مثلا مثال آخر كقوله تعالى قل لو كان البحر، نفس الحكم، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يعني معناها يعني حينفد البحر قبل نفاد الكلمات، يعني الكلمات حتنفد ولكن بعد معناها كده. اللي يفهم كده سطحي يفهم كده، إنما المراد أن الكلمات لا تنفد أبدا ولو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات الله، مش كده؟ ولو جئنا بمثله مددا. وكقوله تعالى مثلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يبقى معناها لو واحد ربنا كتب عليه أنه موت مقتول، يبقى لازم يموت مقتول. هذا هو المعنى كده، حتى لو كان في بيته. يبقى معناها يقول لك والله لو كان في بيت عمه أو في بيت خاله أو في بيت أو في المسجد مش هيقتل. لا، ليس هذا هو المراد. ليس المراد هذا، كل ده اسمه اتفاقي وليس لزومي، لأنه سيموت حتى لو كان في غير بيته. بس جاب ده يقول لك ده إذا كان في بيته حيخرج، فما بالك لو كان في الشارع من باب أولى. لو موجود أمام مين؟ أمام القاتل. فلو كان في بيته يعني معناها القاتل لا يصل إليه وهو فين؟ في بيته. قال لك لا، هو اللي حيخرج له، مش القاتل اللي حيصل إلى المقتول، ده المقتول اللي حيصل إلى القاتل، لأن الله كتب عليه أن يقتل. فيخرج من بيته لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني مش حيحميه الاحتماء ببيته. فعشان كده سيدنا خالد بن الوليد إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا. ما دامت حتموت حتموت خلاص، موت في سبيل الله، وبرضه مش حتموت إلا إذا انتهى أجلك. ومثلا في آية أخيرة في سورة الأنفال، عارف هذه؟ قال تعالى إن شر الدواب عند الله، عشان بعض الناس يقول لك المنطق ملوش فايدة، والقرآن كله فهمناه من المنطق، لا يدي أقول لك أنت هتعرف تفسيرها من غير المنطق. بعدين الصم البكم الذين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فكأن ربنا سبحانه وتعالى حيفهم فهم سطحي، يفهم أنهم يفهم أن التولي لتولوا ده لازم على تقدير أن الله أسمعهم. يقول لك والله لو ربنا أسمعهم، بيقول لك ولو علم الله فيهم خيرا ليه؟ ولو أسمعهم إيه اللي هيحصل؟ لتولوا. لما دمت لما ربنا يسمعهم يتولوا، طب ما يسمعهمش أحسن؟
يعني كأن التولي مرتب على تقدير الإسماع، فكيف مع عدمه؟ ده عاوز ربنا يقول لك والله دول حتى لو سمعوا مش هيستجيبوا، هيولوا. ده إذا كان هذا في حالة السماع هيتولى، فعند عدمه من باب أولى، ده هيكون أشد توليا. يعني لو إنه ما سمعش هيكون إيه؟ توليه أشد. هو عند السماع معاند، فكيف بعدم السماع؟ وليس المقصود بها أنه لا يتولى إلا عند السماع. يبقى معنى كده يكون الإسماع ده شر، فبلاش ما نسمعهمش، ما نذكرهمش. ما قال لك إذا ذكرته حيولي، يبقى أحسن حاجة إيه؟ ما ذكرهوش. مش هذا هو الفهم الظاهر في الآية؟ فهذا كله تسمى إيه؟ أمر اتفاقي. ولهذا جبت لكم كذا مثال من الكتاب ومن السنة. في حاجة يا شيخ محمد ولا نختم؟ خلاص كده ختمنا الدرس. ما الذي بقي بعد ذلك؟ بقي التناقض. خلاص ده في درس قادم ان شاء الله. يعني الدروس المهمه هي اللي جايه، فنشوف نحاول نخلص ايه وبعد كده نتوقف على الباب. اللهم صل افضل صلاه على اسلم إليك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك كلها.